يعيش يعني بس انه مثل باقي الاطفال يعني لانه وضعه مش بدون لا ايدين ولا رجلين. مرت علينا موجة شوب، يعني الطفل كل يوم يومين بدي أخذه على المشفى، يعني حالته صعبة كثير، يعني على طول مرضى من هالشوب. أحلم أنه ابني يعني أنه عايشه مثل باقي الأطفال حياة سعيدة، ما عنده لا كرسي ولا شيء يتنقل به، لأنه باكر بس كبر شوي يعني الشيء علينا صعب، يعني صفي صعب علينا.